مساء الخير، إذا مقابلة مع جاك بوفريس حول رحلاته الفلسفية. يقول جاك بوفريس: يروي الفلاسفة الكثير من التواريخ والقصص حول أنفسهم وحول العالم. كان جاك بوفريس قد يعني اختفى عن العالم، توفي في عام 2021 يعني في السنة الفارطة، وقد ساهم بعد أن ساهم في جعل عمل فيتجنشتاين معروفا في فرنسا، ونشر انتقادات متواصلة لجميع عمليات الخداع الفكري. في زمن الأخبار الكاذبة استعيد جاك بوفريس دفاع عن العقل بكل قوته، وفي هذا السياق ذات مرة سمح لنفسه قليلا بأن يجري حوار رغم أنه كان حذرا من الصحافة التي كانت متسرحة جدا ومستسلمة للإثارة حسب رأيي. هذا الباحث المتطلب المتفرغ الأكاديمي معروف بمواقفه النقدية ضد كل من التزييف الفلسفي ويعني الدعاية الصحفية، لقد عاد إلى لودفيغ ويتجنشتاين وروبير موسيل، يعني وكان ربما هذه العودة لذلك إعجابه بشجاعتهم وعدم مرونتهم. هو أستاذ في المعهد الفرنسي، شغل كرسي فلسفة اللغة والمعرفة منذ عام 1995. مثل صديقه بيير بورديو، فإن جاك بوفريس مدفوع بروح يعني روح نقدية التي جعلته واحد من السمات الرئيسية ل يعني العلوم الإنسانية والفلسفة. بالرغم من أنه ولد من عائلة فلاحية وانتقل إلى الحياة اللاتينية وأصبح فيلسوف بمفرده بعد أن كان قد أغراه الدين في الستينات، فصله اكتشاف المنطق عن الفلسفة التقليدية وكذلك عن البنيوية وما بعد الحداثة من خلال التعامل مع الثقافة التي درسها بسخرية ويجي بالإضافة إلى دقته المفاهيمية، ساهم في تجديد الفلسفة التحليلية وجعلها معروفة في فرنسا. وربما اشتغل على جوتلوب فريجي ولودفيغ ويتجنشتاين، وتصور الانضباط الفلسفي كوسيلة لتوضيح الأفكار، والتي تشكل أسطورة الباطنية هي مركز الانتقاد الكبير الذي ربما اهتم به. قام بتأليف حوالي 20 كتاب عن دور الفلسفة، عن ربما روبير موزيل وكذلك كارل كراوس، وعن التزييف الفكري. وقع على سيرته الذاتية الفكرية الفيلسوف الواقع من خلال مقابلات أجراها جون جاك روسيت، والذي نشر معه مقالات أخرى. يعني ربما السؤال الذي طرحه من التقى به، سؤال الأول، قال له في المجلد الخامس من مقالاتك مكرسة في سيرته الذاتية، مكرسة لديكارت ولابنيز وكانت، نقلا عن الفيلسوف ريتشارد روتي الذي يقول: نحتاج إلى تخيل أرسطو وهو يدرس غاليليه ويغير طريقة رؤيته، أن تدافع عن مفارقة تاريخية واعية وربما عقلانية الذي يسمح بإنشاء حوار وهمي ونقدي مع الفلاسفة العظماء الذين سبقوا. إلى أي مدى يمكن معاملة هؤلاء الفلاسفة كمعاصرين لنا؟ جواب جاك بوفريس: في تاريخ الفلسفة هناك موقفان متطرفان يبدو لي أنهما غير منطقيين على حد سواء. من ناحية أولى، هناك العلم الذي يعتز به بعض المؤرخين بالنجاح في فهم مؤلفي الماضي كما لو كانوا معاصرين لهم، في تحويل أنفسهم بطريقة خيالية إلى قراء معاصرين لديكارت على سبيل المثال، كما لو لم يكن هناك شيء حدث في الفكر منذ القرن السابع عشر. من ناحية أخرى، يعني من ناحية أولى، نعم من ناحية أولى، هذا من ناحية أولى. من ناحية أخرى، هناك الموقف الذي يتمثل في معاملة فلاسفة الماضي كما لو كانوا معاصرين، كما لو كانت مشاكلنا مشاكلهم. بالتالي تم الذهاب بحثا عن منصب وسيء، يعني حل وسط بدل هذين الموقفين، والذي يتمثل في عدم التضحية بأي شيء من الالتزام بفهم فلاسفة التراث العظماء في لغتهم الخاصة، ولكن دون فصلهم عن التقييم. بعد كل شيء، ربما لا يكون من غير المعقول تماما أن يتم إحراز تقدم من نوع ما في الفلسفة نفسها، وأن نعرف أشياء
لم يكن بإمكان فلسفة الماضي العظماء معرفتها أو تجاهلها. عندما يتم الاشتغال على مثلا على لايبنيتس فيلسوف العقلين والمنطقي والرياضي على سبيل المثال، حسب يعني بوفريس، لا يتردد الإنسان في استخدام مؤلفات مثل غوتلوب فريجي أو كيرت جودير، الذين ربما ساعدونا في فهم لايبنيتس بشكل أفضل وجعلها أكثر إثارة للاهتمام. أيضا تمت الإشارة يشير جاك بوفريس إلى النورولوجي أو علم الأعصاب بمناسبة قراءة نقدية لديكارت إلى آخره. يقول جاك بوفريس: لقد كنت أمارس هذه الطريقة منذ يعني فكرته أو بحثه عن أسطورة الباطنية، يعني نقد الباطنية، الوعي الباطني أو الاستبطان، حيث خاطرت، يقول، بمواجهة مباشرة بين ديكارت وبيتجنشتاين حول طبيعة الذهن. كثيرا ما جادل مؤيدو تاريخ الفلسفة من النوع التقليدي بأن العوالم الفلسفية البعيدة جدا في الزمان والمختلفة جدا عنا لا يمكنها التواصل مع بعضها البعض. يقول: أنا أعترض على هذا المفهوم النسبي، لأنني كنت أؤمن دائما بإمكانية وضرورة النقاش في الفلسفة وفي شتى من أشكال النقاش الممكن مع الأموات وكذلك مع الأحياء. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني الذي طرح عليه: هل قيل له هل نشأت هامشيتك الفلسفية ومفارقاتك النقدية من الطريقة التي اتبعتها ضمن إطار النظرية الفرنسية، خاصة تلك التي أثثها أو يمثلها ميشيل فوكو بالأركيولوجيا، وجيل دولوز بفلسفة الاختلاف، وجاك دريدا بالجراماتولوجيا وما إلى ذلك، والتي ربما ترفض مبدأ المناقشة العقلانية؟ جواب جاك بوفريس: عندما بدأت دراستي لم تشغل المناقشة أي مكان تقريبا في عالم الفلاسفة، كان الجميع تقريبا يعتبرون محاولة تفنيد غير مجدية. فوكو، دولوز، ديريدا لم يؤمنوا أي منهم بالأمجاد الفلسفية في الستينات والسبعينات حقا بإمكانية المناقشة ومصالحها ومنافعها، على عكس الفلاسفة التقليديين العظماء الذين يبدو أن العديد منهم قد وجدوا أنه من الطبيعي سماع الاعتراضات ومحاولة الإجابة عليها. حتى أن ديلوز قال: إذا كنت أتذكر بشكل صحيح أن فيلسوفا حقيقيا يهرب عندما يسمع حديثا عن الحوار. وفقا لهذا المفهوم الأحادي للفلسفة، يطرح كل فيلسوف مشكلته أو مشاكله ويقدم حلوله بنفسه دون استشارة الآخرين. سيكون المنهج الوحيد الممكن هو استخدام الأنساق الفلسفية الراهنة الحالية، وبالتأكيد ليس لمناقشة وتقييم قضاياهم ومقترحاتهم، ولكن لطرح مشاكل أخرى وحلول جديدة لها. ما يفعله دولوز مع لايبنيز في البلي، في الطي، على سبيل المثال الطية، لا أقول أنك لا تستطيع أو لا يجب أن تفعل هذا، لكن أعتقد أنه يمكنك أيضا أن تسأل إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يقوله الفلاسفة صحيحا أو مقبولا على الإطلاق. بالطبع لم يهتم هذا السؤال أبدا بممثلي النظرية الفرنسية الذين يميلون إلى اعتبارها إلى جانب الحقيقة قديمة وغير ملائمة. بالنسبة لجاكوب بوفريس، يقول: لا أشعر عموما بأي انجذاب لأفكار ما بعد الحدث، قد شرحت نفسي بالفعل في هذا في العقلانية والسخرية كتابه يعني الذي اشتهر به. بشكل عام لقد تحملت النظرية العقائدية للويس ألتوسير وطلابه بشكل أفضل. هذا سؤال ثاني. سؤال ثالث الذي طرح عليه، يقول له: من ألتوسير أنت أيضا تحتفظ بهذه الفكرة القائلة بأن الفلسفة تتمثل في عدم سرد القصص بعد الآن. الجواب، جواب جاك بوفريس: نعم، أعتقد أن الفلاسفة يروون الكثير من القصص، لا سيما حول الكرامة الخاصة للفلسفة والمكانة الاستثنائية التي المفترض أن تحتلها في الثقافة، حين أنه شيء يجب على الفلسفة العكس من ذلك، أن تعودنا على تجنبه. يعني دعوة إلى التواضع، دعوة أن تنسحب من هذه التمركز حول نفسها والاعتراف بأنها مثل بقية الآخرين، يعني مثل بقية رؤى العالم الأخرى والاختصاصات الأخرى، يمكن أن تفيد ويمكن أن لا تفيد. دعوة إلى التواضع، دعوة إلى التنسيب والخطاب الفلسفي. من الواضح أنني، يقول جاك بوفريس، كنت متأثرا جدا بفيتجنشتاين في هذه النقطة. قال تقريبا أنه في الفلسفة نادرا ما يعرف المرء ما سيقوله بشأن مسألة معينة، ولكن من ناحية أخرى يمكن المرء غالبا أن يعرف بوضوح أنه لا يمكن قول أشياء معينة. وهذا بالفعل في هذه القولة التي صرح بها فيتجنشتاين فائدة كبيرة.
يعني ربما دعوة إلى التعلم، دعوة إلى تصحيح الأخطاء، دعوة إلى التثبت والتحري قبل ادعاء المعرفة وادعاء امتلاك الحقيقة. إذا جينا من جوانب العمل الفلسفي بعيد كل البعد عن كونها سلبية تماما، والذي يظل بالنسبة لي أساسيا. السؤال الرابع قيل له: ومن هنا تأتي أهمية مواجهتك لعمل لودفيغ فيتجنشتاين الذي كان ولا يزال تأثيره هائلا على رحلتك الفلسفية، لماذا؟ جواب جاك بوفريس بطريقة ما: لقد بدأت للتو في تحرير نفسي من قبضة فيتجنشتاين، إنه شخص مارس عليه انبهار وقام بأعمال وآثار بالتفاني، يعني بين العديد أعتبر نفسي واحد من تلاميذه، على الرغم من أنه لم يتوقف أبدا عن ربما تشجيع الابتعاد النقدي عن نفسه وعن تعليمه. فيتجنشتاين راجع نفسه، هو رجل النقد الذاتي، ويعني فيلسوف ينقد ذاته باستمرار. شخصيته وحياته يمكن أن تثير الإعجاب بقدر أكبر من فلسفته، وتشكل أيضا للأسف سببا لنسيان أكثر أو أقل، أنه يتعلق بوجود مكرس منذ لحظة لشيء واحد فقط: حل المسائل، حل المسائل الفلسفية والمشاكل، يعني المشاكل التي تثير وتطرحها هذه المسائل الفلسفية. يعني نظر نفسه فيتجنشتاين إلى حل المسائل الفلسفية والمشاكل التي تثيرها. من الواضح أن مهنة فيتجنشتاين الفكرية لا علاقة لها بمهنة الأكاديمي الكلاسيكي، كان في الأصل مهندسا ومارس مهن أخرى غير مهن الفيلسوف، على سبيل المثال وظيفة مدرس في النمسا من عام 1922 إلى عام 1928. الكتاب الوحيد الذي نشر خلال حياته هو الرسالة المنطقية الفلسفية، وكان ذلك في طبعة تنصل منها في مكان آخر. لم يظهر عمله الرئيسي الثاني التحقيقات الفلسفية زانفيستيغاسيون فيلوزوفيك إلا عام 1953، بعد عامين من وفاته. لحسن الحظ لدينا اليوم جميع مخطوطاتها على قرص، يعني والتي تمثل عدد كبير من الصفحات والتي لم يتم استغلالها إلى حد الآن. لفترة من الوقت كان تأثير فيتجنشتاين بشكل رئيسي في العالم الأنجلو ساكسوني فقط، لكنه عاد في النهاية إلى أوروبا وصار ربما يمارس تأثير كبير. تم يعني جاك بوفليس هو الذي عرف به في فرنسا، وحتى في موطنه الأصلي أيضا تم التعريف به في النمسا. عندما بدأ قال جاك بوفليس: عندما بدأت في الاهتمام بعمله كان يعتبر، يعني كنت أعتبر نفسي ممثلا له لفلسفته، أكثر دقة قليل من الآخرين من الوضع المنطقي، وبالتالي كمؤلف لا يتمتع بشعبية كبيرة خاصة لأسباب سياسية. سؤال الخامس: ما هو القاسم المشترك بين لودفيغ فيتجنشتاين وروبير موزيل، وهما مؤلفان لم يتوقفا عن إطعام أفكارك أو تغذية أفكارك؟ يعني نعم، تغذية أفكارك. جواب جاك بوفريس: من البين بين العناصر التي افتتنت بها بين العديد من العناصر الأخرى القدرة الرائعة الاستقلالية والطاقة الأخلاقية التي كان كلاهما قادرتين على نشرها لمقاومة الضغوط، ضغوط الوقت، ضغوط الزمن ومتطلبات العصر. قد كرست نفسي بشكل حصري تقريبا في ظروف مأساوية أحيانا لما اعتبرته التزاما مطلقا وكمهمة في حياتي. لقد كرس روبير موزيل ما يقارب 30 عام لكتابة رواية واحدة لو بلا جدوى، والتي لم يكن قادرا على إكمالها دون التنازع عن أي شيء بناء على مطالبي. حتى في السنوات الأخيرة عندما عانى من المنفى في سويسرا والفقر لم يدهش أنه هذا الإحساس الحاد بالالتزامات الاستثنائية التي يتحملها المرء تجاه نفسه وتجاه العالم الذي يعيش فيه. بينما يبدو لي أن مثقفي اليوم يميلون إلى المطالبة فوق كل شيء بحقوق استثنائية. وصف يعني أحد كتاب السيرة الذاتية لفيتجنشتاين وهو بريان ماك جينيس بأنه واجب، كان هذا واجب العبقرية، ولكن كان هناك أيضا شعور بالوقوع تحت سيطرة سلطة أخلاقية غير مرنة، لا يمكن أن تقبل أي شيء آخر غير البلوغ ما هو أفضل منه. السؤال السادس: كتب روبير موزيل هناك قريبا جدا يعني من المجادل،
كارل كراوس، مولود 1874 متوفي 1936، لسبب لا يمكن تصوره، ليست صحف كما قد تكون للرضا العام والمختبرات ومحطات الاختبار للعقل، ولكن البورصات والمتاجر. وهذا قد يعني انتهت القولة، قولة يعني كارل كراوس. قالت روبير موزيل الذي كرس له كتاب يعيد النظر في معركته الكبرى ضد الإعلام، من أين يأتي وعيك؟ هذا السؤال الذي مطروح على جاك بوفريس، من أين يأتي وعيك بقبضة الصحف؟ الجواب: بدأت قراءة كراوس في أواخر الخمسينات ولم أجد صعوبة في فهم سبب شعوره بالحاجة إلى شن حرب على الصحافة. أجد أيضا أنه مع مرور كل يوم، خاصة مع زيادة التركيز والاعتماد المتزايد للصحافة على القوى الاقتصادية، السلطة الاقتصادية، سلطة المال، فإن ذلك يبرر انتقادها أكثر من ذلك بقليل، لطالما اعتبرت الصحافة قوة مثيرة للقلق، سلطة رابعة ولكنها مهمة، ويسهل استغلالها وتوجيهها والسيطرة عليها. وليس من المؤكد أنه يمكن أن تكون هناك ضوابط وتوازنات مناسبة ملائمة. لأسباب واضحة كنت مهتما بشكل خاص بتأثير الصحافة ووسائل الإعلام على عوالم الثقافة والفلسفة، لكن هذا بالتأكيد ليس الأهم. حتى لو يعني رأينا النجوم التي عرض علينا اليوم لتحل محل يعني نجوم السينما ونجوم الرياضة ونجوم السياسة أيضا، الصحافة هي التي جعلتها تحل محل قادة الفكر من الجيل السابق. هناك سبب للقلق بشأن السقوط ونقص التمييز لدى أولئك الذين من المفترض أن يرشدوا بأحكامهم القراء. يبدو لي أن الوضع سيء منذ الوقت الذي ميزت فيه الفلسفة الجديدة أواخر السبعينات حكم وسائل الإعلام على حكم الجامعة، وسعت إلى استبدال التكريس الأكاديمي بالتكريس الإعلامي. قد كانت عملية ناجحة، لا أعرف أي بلد آخر أصبح فيه تلاق بين ما يسمى بالفلسفة الأكاديمية وما تعتبره وسائل الإعلام فلسفة حياة ومهمة جذريا للغاية. يجب أن أقول إن انتصار الفلسفة الجديدة وانهيار شبه المستمر لكل ما هو مهم من قبل وخاصة الماركسية كان حلقة مهينة للعقل. السؤال السابع: هل يمكن اعتبارك من علماء الإيتيقا، علماء الأخلاق في الخطاب والأعراف الفلسفية؟ الجواب: إلى حد ما نعم، ذكرتني الحالات التي نواجهها من إدراج يعني ملاحظة كراوس التي تثير العجز المؤسف للأشخاص الشهرة في هذا الصفيق. أجد أنه من الكارثي أن يكون لدى الأشخاص المحترمين اليوم الكثير من الأسباب للشعور ليس فقط بالعجز ولكن بالإهانة والظلم. يبدو أنهم في القريب العاجل، حسب دائما وأبدا جاك بوفريس، لن يكون هناك سوى المتخلفين والساذجين الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم ملتزمين بالقواعد. عندما تأتي من أصول متواضعة وتتعلم اتباع القواعد بدقة، فإن مواجهتك بانتظام مع عدم نزاهة المتميزين أمر مروع. ليس من اللطيف أن تضطر إلى التساؤل عما إذا كان الأشخاص الذين غرسوا احترام المبادئ ليسوا في الأساس مغفلين، هم المغفلين. في البداية اعتقدت بسذاجة أن الوسط الفكري كان لأسباب جوهرية محصنة نسبيا من الانتهاكات التي نتحدث عنها والفساد بشكل عام. في الواقع صدق والحجج الجادة أيضا لا تتعارض مع الخطابة والوقاحة. هنا كما في أي مكان آخر، فإن السوق وأرقام المبيعات هي التي تقرر. بالتأكيد ليس لأن الكتب كتابين أو ثلاث كتب تباع بنسخ، ملايين نسخ أو ألف نسخ، يسمح لأحدها كما تفعل وسائل الإعلام بالحديث عن إحياء الفلسفة. ليس من المستبعد أن يكون هناك بالفعل إحياء للانضباط، ولكن لتحقيق ذلك سيكون من الضروري استخدام معايير أخرى والذهاب ورؤية الأماكن التي لا ينظرون فيها أبدا. للالتزام بما يثير اهتمام يوجد حاليا حول الأسئلة والمؤلفين الذين كرسوا أنفسهم، كرست معظم جهودي لهم، عدد من الفلاسفة الشباب الذين يقدمون أعمال ممتازة، ولكن حتى عندما يتمكنون من نشر هناك فرصة ضئيلة لأن نسمع عنهم في الصحف أو عن هذه الأعمال التي كما يعلم الجميع تتعامل مع أشياء أكثر أهمية بكثير مرتبطة بالسوق وبالمال وبالنجوم، نجوم السياسة ونجوم الرياضة ونجوم الفن وغيرهم من النجوم، نجوم الدعاية والإشهار. يعني شكرا جزيلا على متابعتكم لهذه المقابلة مع جاك بوفريس، والتي أجرتها مجلة الفلسفة الفرنسية في عدد 3 يوليو 2006. إلى اللقاء في حديث عن مقابلة أخرى مع فيلسوف آخر. إلى اللقاء، شكرا جزيلا، وأتمنى أن تكون هذه
الإطلالة على فكر جاك بوفريس وحواره مع فيتجنشتاين قد أفادتكم.